التواصل من جديد أيها الحفل الكريم متابعينا الكرام في كل مكان على بركة الله وحفظه. انطلق الشوط السادس في مجموعة الأشواط المسائية وخاص بفئة الجعدان لسن الفطامين مع الألف والخمسمائة. على بركة الله نتابع أول المراكز والشعار بو محمود يظهر مع المركز الأول هنا على مقدمة الشوط. مقلوع علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا مع المركز الأول، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر اللي غير هنا بهذه اللحظات يحمل رقم 18 وهو مياس بدر بن محمد بن حمدان الوهيبي، من غير مع المركز الأول ولكن اللي جاوب بهذا التحدي وبهذا الانطلاق هملول، من يتجاوز سعيد بن سهيل بن دليوي بن دليوي يغير مع المركز الأول ورابع المراكز. مقلوع سعيد بن سالم بن عامر المدهوش، يا سلام يا سلام، أسماء قادمة، وهنا شاهين محمد بن حمد بن سليم العويسي قادما للإثارة، قادما إلى التحدي بهذا الانطلاق بهذا التحدي. المركز الثالث القادم مشعل سالم بن خلفان بالعري الاجتبي مع المركز الثالث، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. يا أبو أحمد يا أبو المرخان، هذا يحمل رقم واحد ولا خمسة؟ واحدة واحد، نسناس سعيد بن عوض بن علي بن يولك الاجتبي مع المركز الأول مع نسناس، والله استانسنا بشوفة نسناس مع المركز الأول. مرحبا بنسناس ومرحبا بشعارك يا أبو عوض في هذه الانطلاقات. النقطة الثانية الهاتريك لهذا الشعار سعيد بن عوض بن علي بن يولك الاجتبي. أتهانينا والناموس، واسعد الله مساءك، مساء الخير ومساء الورد ومساء نسناس في هذا الشوط. تهانينا وناموس. المركز الثاني هنا كان التواجد مع مشعل سالم بن خلفه بن علي الاجتبي. المركز الثالث مجهول احمد بن مبارك بن سعيد الوهيبي. تهاني وناموس التوقيت الزمني، لم يحضرنا التوقيت الزمني للاسف، سنتابعه في الاشواط التالية. تهانينا والناموس متابعي الكرام لمالك نسناس سعيد بن عوض بن علي بن يولك الاشتبي.